مؤشر داكس الألماني. يتكون مؤشر داكس الألماني من أكبر 30 أسهم قيادية متداولة في فرانكفورت وسوق البورصة. أسهم الشركات الاقتصادية تتزعم السوق بشكل عام، وهي من بين أكبر 3 شركات في قطاعهم. يقيس هذا المؤشر أداء مجموعة صغيرة نسبياً من أكبر الشركات الألمانية وفقاً لسوقها ونظراً لصغر حجم، فلا يمثل الاقتصاد الألماني بشكل كامل. مؤشر داكس الألماني هو واحد من المؤشرات الأكثر أهمية في أوروبا، جنباً إلى جنب مع يورو ستوكس 50 ومؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني.